أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، يسعدنا أن نرحب بكم جميعا في افتتاح منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي تحت شعار الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة. تأتي استضافة هذا المنتدى بهدف تعزيز النمو وتطوير شراكات المواعدة بناء على شواهد الواقع وما تعكسه مؤشرات المستقبل، والتي تؤكد أن قارة آسيا في طريقها لأن تصبح القوة الدافعة الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمي.